ربيع تبدى بهذه الصدور، وعمر تندى بها أحلى شعور، وإخوان خير لهم غاية لختم الكتاب ونيل الأجور. ربيع تبدى بهذه الصدور، وعمر تندى بها أحلى شعور، وإخوان خير لهم غاية لختم الكتاب ونيل الأجور. صباحا يكون المسير، وعصرا ببرد الشتاء وقيض الحرور، نروي الحياة برغم الجفاف وضيق المدى والحسار النمير، وضيق المدى والحسار النمير. ففي كل آي وعد الحروف نوار الدموع لدفق الشعور، ونعل السماوات لا نرتضي سموا بغير سمو الطيور. منانا بلغنا وعم الهنا، وكم فح منا ريج السرور، بدار بها كل شهم.